بس قبل ما ادخل هذا الموضوع خلي احكي لك هاي التجربه. نعم تجربه مالت العام كان عندنا كميه زهدي اريد نبيعها نصدرها. تصدير زهدي هو اللي واحد انه صدق انه يجيب عادبي واغلب المزارع الموجوده انه زهدي. تاجر من الهند تواصل ويانا قال انا استورد من عندكم بس انتم عليكم تشحنون. قلنا ماشي. دورنا اكثر من 10 شركات شحن ما حد يشحن للهند. يقول لي ماكو شحن عكسي كله استيراد عندنا. زين. يعني لازم من الهند يجيبون. لازم. زين هاي مو ترجع فارغه احسن ما ترجع فارغه. اليوم الشركه احسن ما ترجع فارغه للهند. يقول لك انه احنا يجونا ناس يريدون يصدرون نتفق وياهم بوقت اللي انه التسليم يخلفون. بطلنا انه يسموه الشحن العكسي اللي هو انه تصدر من العراق. نعطيهم بس نفط. ها؟ بس نفط احنا نصدر للهند. هو نصدر بس مقصدي. خليه بالبرامج مال النفط شلون. ايوه مقصدي انه بنيه تحتيه بعد لحد ما متوفره على انه نقدر نتوسع بقطاع. اذا ممكن تتفقوا مثلا مع شركه خليجيه مثلا شركه هي مثلا يعني انا اذا اريد اصدر لازم انه اتفق يا اما ويا شركه مثلا بالخليج او بايران او بتركيا او بعد. هي تودي. هي تصدر. اكو هوايه يعني اكو شغلات انه مو مصير السعر معقول اخذه بسعر معقول طبعا سعر هو سعر السوق ايش كذا هو سعر السوق عالميا لو داخليا سعر السوق لا يا هم التجار يعرفون انه عندهم ناس هنا يعرفون يعطوهم الاسعار اسعار المناسبه والهاي يدزون مرات احد يشوف اللي يفحص المنتج نعم بمبالغ ماليه مثلا هذا التاجر الهندي لو يعطيك مثلا مكان وغير من هذه الامور احنا سمعنا في بعض الاحيان ان الهند تطلب التمر ب مقابل مثل مكان زراعي عن الحد الان ما وصل كم اموال يعني كاموال جيد